وين هي رفيتك لهلا؟ هلا بعثت لي رسالة، قال على الطريق والملفات معه. اوف. ها ليكا اجيت. كيفكم؟ تأخرتي. آسفة. طلعي يلا يلا. مرحبا. أهلين. هلا هي البنت اللي فيها تنكش وتعرف أصله وفصله؟ إيه. الظاهر نحن مو معبين عينه لصاحبك مازن، بس الحجر اللي ما بيعجبك بفجك. لا طولي بالك الأستاذ ما قصده شيء، اللي لي شو صار معي؟ صار كتير، افتح لي حول لك ياهن. يلا. طيب حكيتوا شيء بموضوع المصاري؟ تقريبا قديش مطلوب؟ اي مصاري هي؟ هي مساعده للاستاذ عرفان. انت بتعرفي للبروفيسور؟ طبعا، لولا الاستاذ عرفان ليش لحتى هيك حساب الوسخ اللي اسمه براق برايك؟ ما بدي مصاري ابدا، بعدين الاستاذ عامل معروف كبير معي وانا حابه رده. شت. انا حبيتك. هذا اللي كان ناقصني. تحدى المزاجي عن جد. لحظة شوي. عمران معك حق، براق ما بيجي غير بطريقتك، الكرة بملعبك. أنا بعتذر لأنه صار عندي شغل ضروري. قديش بدنا وقتنا؟ 10 دقائق. طيب ماشي. بسرعة اسمعي، القريب صورنا سيلفي. لك تحاك تحاك. والله تغير شكلي يا زلمة، شوف قديش طالع جنتلمان. هاد بسموه تجميل طبيعي للرجال. إذا بنزل بجورة وأنا راكبها والله لا أعتذر منها. بشرفي. اعتمدنا شي أستاذ؟ يعني إذا بدك الصراحة أنا متمني أشري كل هالمعرض. لا ما اعتمدنا، بدنا نكمل جولتنا. أهلا وسهلا، خذ راحتك. يعطيكم العافية. الله يعافيك عمران بيك. ممنونة. ها جيت مازن؟ إيه معلم. في شي؟ في عنا شغل جديد. شو الشغل؟ شغل مع أستاذكم يلي بالجامعة براق. ايه شبه؟ حنصفي حسابنا مع هالحقير. وهو المطلوب. هي المرة ما بدها رحمة، احرقه دغري. بس اللي شو ناوي تعمل؟ نقطة ضعفه مبينة، مصاري ونسوة. الو. مرحبا، حضرتك السيد براق؟ ايه نعم. كيفك؟ معك عمران كيفلجين. آسف وقتي ضيق شوي لهيك رح فوت بالموضوع مباشرة. قالوا لي إنك بتشتغل بالاستشارات. إيه مزبوط، بس بالأول بدنا نتفق على الشروط وما في مشكلة. بالنسبة للشروط ما رح تكون غير مبسوط، حط المبلغ يلي بدك إياه، هذا الموضوع ما له مشكلة أبداً. إذا فاضي اليوم المساء خلي المساعدة تبعي تحكي معك وتحدد الزمان والمكان يلي بيناسبك، نتعشى سوا ونحكي بالتفاصيل. طيب عمران بيك، وأنا ناطر تليفونك. شكراً لك، نشوفك المساء براقبك. ماشي. الزلمة وقع من أول تليفون بين إيديك. والله انك معلم. اهلا وسهلا فيك بجامعه عمران كيفلجيم الخاصه. انا رح اعلمك كل شيء. اول شيء الفخ كيف بتنصبه، لمين بتنصبه وليش بتنصبه، وبعطي شهادات ماجستير. يلا روح. أهلين عمران بيك. أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ الحمد لله وحضرتك. منيح. شرفوا. براق بيك آسف تأخرت عليك. لا ولا يهمك، بسيط. تفضل. يعطيك العافية. تفضل. مساء الخير. مساء الخير. مرحبا. أهلا وسهلا، شرفتونا. يسعد مساكم، صحة وعافية يا جماعة. شرف يا بيك. مساء الخير، صحة وهنا، كيف حالك؟ شكرا. تفضل براق بيك. شكرا. كيفك؟ منيح الحمد لله. شكرا. جبنا مثل العادة. عمران بيك، أنا عملت استشارات لشركات كبيرة، وبعد ما صرت عميد للكلية صارت علاقاتي مع الشركات المهمة، ومع أني مشغول كتير بهالفترة بس رح خصص وقت أكيد من شانك. سكبلو.
شكرا ما بشرب. لا لا دكتور، الجو هون مريح، نحن لحالنا وما في حدا بيعرفك، فيك تاخد كاس. ما بدي احرجك، تصرف براحتك. طالما القصة هيك معناها ماشي بشرب. يسلموا ايديك، شكرا. معناتها بصحتك دكتور. بصحتك. ليك براق بيك، مجلس الإدارة عنا بيتقلنا، بس أنا مو من أنصار التأجيل، فإذا بتقلي أوكي فالأمر منتهي من عندي مباشرة. عمران بيك، أنا بموضوع الشغل ما بحب أمدح بحالي، بس ما بدي يكون متواضع. الشهر الماضي قدمت تقرير مختص لوحدة من الشركات، وبفضل تقريري ما انطرد المدير من شغله. ليك براق، آسف رفعت الكلفة، بس يمكن لأني حبيتك ولأني واثق من اللي قلته. يعني شوف براق، أنا متأكد إنه شغلك هو نخب أول، بس أنت بتعرف بالسوق في عوامل تانية ممكن تأثر علينا، واللي محتاجينه بشركتنا توقيع دكتور جامعي مختص مثلك يعطي تقاريرنا قيمة. فشغلك معنا ما بده وقت، يعني ممكن تحضر معنا غدا أو عشاء لمجلس الإدارة، يعني بالكتير مرة بالأسبوع. خلينا نحكي كتكلفة، قديش بدك وسطياً حتى تكون مطمئن؟ إيه إذا بتقلي ما في وقت وأنا ملتزم، بقلك يعطيك العافية وكسبت معرفتك وبلاقي أكيد حدا تاني. عمران بيك، شوف من الآخر وأنا كمان حبيتك، وصدقني إذا اضطريت ممكن استغني عن كم شركة، وما بستغني عن شغلي معك، لا تشغل بالك. عشت يا براق، صحة وعافية. شكراً. إذا عزمت رفيقتي تقعد معنا بتتضايق شي؟ لا خد راحتك. شكرا لزوقك. ميليسا أهلا وسهلا. لك كيف؟ تمام وأنت؟ منيح. أهلا وسهلا. مرحبا. شرفي، ارتاحي. مرسي. شو أخبارك؟ منيحة. لك وين هالغير؟ بتعرفي شغل وسفر وخلافه. بيك المحلة صاحبنا، لشو هيك الآن؟ روق وخلينا مبسوطين. شو في إذا تعشينا سوا اليوم؟ شراب يا رجال، تشربوا ويسكي؟ اي طبعا، ليش لا؟ اوكي، جيب لنا كاسين للصبايا لو سمحت. بصحتكن. صحتك. لك شو عم تقول؟ والله عن جد؟ مثل ما سمعت، أنا بقبض كاش حبيبي، مشاكل ما بدي. أنت حسابك جاهز، بس بدك تطولي بالك. وين ملاقي لها الأجدب؟ ما بيلقنك شيء، لك المراهقين ما عملوا مثلك. وطي صوتك، هاد شكله جوعان كتير. كل اللي بتزوجهم أمهم من أول بنت بتعجبها، نهايتهم مثل أخونا هون. عن جد؟ وأنت شبعان وعينك مليانة؟ منيح اللي كلكن أغبياء على فكرة. حتى العائل فيكم منضل نحن نقطة ضعفه. شو نعمل؟ نروح على الأوضة؟ أنت هلأ قيمك مني وركزي لي على الحلو هاد. بالله؟ ما تكون مريض اليوم؟ شو مريض؟ لا أنا بعجبك مثل الحصان. ماشي، بصحتكم يا براق. بصحتكم. آه يا عمران، آه لك أنت معلم، ما في منك، حبيتك يا رفيق. أي صحتين وهلأ.